الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، الحمد لله، this is the iftar day 6. This is sponsored by Megat Muhammad Mikhail through Ahas Kurban International Ustad Abul Hasanat, the owner of this organization. بارك الله في حياتي المتبرعة ميغاد محمد ميكائيل، وتقبل منها هذا المشروع الخيري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.